أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى أم أن هذه صفة له؟ هو اسم وصفة، ومن أراد أن يتزود من هذه الأمور يراجع جلائل أفهام الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، ذكر أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح كل اسم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.